المحاضرة بتاعت النهاردة بعنوان Habits، دي الجزء الثاني من المحاضرة بتاعت الإيتيولوجي. Habit by definition هي الكاستم أو البراكت اللي acquired by frequent repetition of the same act. يعني إيه؟ يعني اكتساب العادة، زي ما كل الناس بتقول، هو عبارة عن عادة أو حاجة بتكتسب بالتكرار، ان احنا نكرر نفس الموضوع. في البداية بيبقى consciously، انا ببقى شاعر باللي انا بعمله، وبعد كده بيبقى unconsciously. حاجة زي سواقة العربيات، حاجة زي السباحة، في الاول انا ببقى مركز في كل الستبس اللي انا بعملها، فرد ايدي، لف دراعي، فضربة رجلي، ببقى مركز وانا سايق في المرايات، في النقل لو كانت العربيات مانيوال، وبعدين بعد كده بالتدريج بيبقى بيتحول لحاجة بنعملها اوتوماتيك او unconsciously. ايه هي الـ types of habits اللي احنا بنشوفها في الـ dental clinic؟ هي الـ thumb sucking او الـ digit sucking، الـ pacifier sucking، الـ retained infantile deglutition، الماوس بريثنج، الليب ساكينج او الليب انتربوزيشن هابت، والنيل بايتنج. العادات بقى اللي احنا بنشوفها دي، او الدنتال هابتس او الاورال هابتس اللي بنشوفها في الدنتال كلينك دي، هل تاثيرها على كل الناس زي بعض؟ هل بتديني نفس الريزلت بتاع المال اوكلوجن؟ لا، احنا بنقول ان السيفيريتي اوف مال اوكلوجن ريزلتد بيبقى متاثر بالديوريشن. يعني ايه ديوريشن؟ يعني how much time does the patient spend indulging this habit؟ بيقضي قد ايه من وقت يومه بيمارس هذه العادة؟ بيمارسها طول اليوم، ولا بيمارسها بالليل بس، ولا بيمارسها طول ما هو قاعد سرحان، ولا بيمارسها سبورادك؟ اكيد طبعا كل ما هيزيد الديوريشن كل ما هيزيد الايفكت. تاني حاجة الفريكونسي، هل هو ال7 ساعات اللي بيمارسهم، ولا ال10 ساعات اللي بيعمل يحط فيهم صباعه في بقه، دول بيبقوا متقطعين ولا مستمرين؟ يعني هو طول النهار او طول الليل وهو نايم، ولا بيحطها فترات متقطعة من النهار لما يسرح مثلا قدام الكرتون، او لما يبقى داخل في الفيس بتاعة النوم او كده. طبعا الايفكت لو انا عندي continuous practicing للهابت، هيبقى الايفكت بتاعه very detrimental او very destructive عن لو كان بيمارس العاده دي بطريقه intermittent. تالت حاجه الفاكتور بتاع الانتنسيتي، الانتنسيتي دي دايما حاجه مرتبطه بالمسل فانكشن. لو انا عندي low muscle function، يعني واحد ساند صباعه كده حاطط شفته بس، بيمارس عاده من غير forceful muscle function، من غير forceful muscle contraction، هيبقى الايفكت بتاعها minimal. لكن لو كانت intense، يعني معاها severe function بينتقم، يعني هيبقى الايفكت على المال occlusion كبير. اخر فاكتور بالنسبة لنا الـ age، كل ما كان العيان صغير كل ما كان في افكت اكتر على الـ underlying structure. بس في نفس الوقت بيبقى في حاجة promising كده، انه once حصل cessation في early age كل الـ changes دي بتبقى transient. ليه؟ لأن أنا البون عندي في الـ young age بيبقى multiple، يعني سهل يحصل له deformation وسهل يحصل له regaining للـ original shape بتاعه. لكن لو ده حصل لفترة طويلة أو كان extended لحد ما وصلنا الـ age، بقينا كبار في الـ age، للأسف الـ resultant effect على الـ underlying bone بيفضل فترة كبيرة محتاج يتصلح، سواء كان surgical أو dental، علشان نصلح الـ effect اللي عملته العادة دي على الـ bone. نبتدي اول حاجه نتكلم عليها الديجيت ساكينج او الثامب ساكينج او الباسيفاير ساكينج، كلهم بيدوني نفس الكلينيكال بيكتشر. دي واحده من الحاجات اللي احنا بنتسال عليها كتير كدكاتره سنان، بتلاقي دايما قرايبك بيسالوك عليها، او لما تفتح عياده هتلاقي في عيانين كتير بيسالوك عليها، هتلاقي اصحابك بيسالوك عليها، لانه دي ببساطه اللي هي عاده مص الصوابع، حاجه very common. او العاده التانية اللي هي انه حد يفضل ياخد تينه لحد فتره طويله، فاير اللي هي تتينة، اللي هي سكاتة، اللي هي سهاية، اللي هي
لهاية على حسب المكان، ليها أسامي كتير قوي، بس في الآخر هو نفس الحاجة اللي موجودة تحت الكاوتشة اللي هما بيدوها للأطفال يمصوها. فإحنا بنقول إنه دي واحدة من الحاجات اللي إحنا بنشوفها. طيب نرجع للديجيت أو الثامب ساكينج، في دايركت إفكت على الثامب أو الساك الفينجر اللي بتعمل له ساكينج؟ دايما بيبقى فيه بريفيربل ديجيت او بريفيربل فينجر بيتعمل له سوكينج، وبنلاقي دايما بنقدر نكومبير بين الصباع ده والصباع اللي في الايد التانية، بان احنا بنلاقي دايما في تشينجز في الجلد وتشينجز في الستراكشر بتاع الضافر بتاع الصابع اللي بيتمص عن الصباع التاني. الهابت بتاعت الديجيت ساكينج دي بتعدي بمرحلتين. المرحلة الأولانية اللي هي اسمها النورمال أو السب كلينيكالي سيجنيفيكانت، ودي بتبقى من الميلاد لحد سن 3 سنين ونص. وأي يعني لو في طفل سألوك في السن ده اللي هو بيعمله ده نورمال ولا اب نورمال، هتقول ان ده نورمال عادي جدا يا جماعة، احنا في فيز 1 دي سب كلينيكال هيحصل لها ترمينيشن. في اطفال كتير جدا بيبطلوا يمصوا صباعهم عند نهاية السن ده ومبيبقاش فيه اي مشكلة. الفيز التانية دي بقى اللي بتبتدي نركز فيها قوي، اللي هو كلينيكالي سيجنيفيكانت ساكينج من بعد سن 3 سنين ونص لحد سن 6 سنين. في الفترة دي انا هيبقى عندي ايفكت، يعني الهابت دلوقتي ابتدت تعمل سايد ايفكتس. طيب كمان بيزيد السايد ايفكتس ده لو كان العيان ده بيقعد اكتر من 6 ساعات في اليوم بيمارس هذه العاده، ده معناها انه البيشنت ده عنده بروبلم، عنده سورت اوف انكزايتي، عم محتاج سايكولوجيكال كونسلتيشن، شايف انه حاطط طن صباعه في بقه ده بيهديه بيوصله لان هو يخش في الفيزز بتاعه النوم. بس المشكله انه بيحصل ايفكت على الاندرلاين بون. لكن لو وقف الهابت دي قبل الايربشن بتاع الابر بيرمننت انسايسور، التشينجز دي بيحصل لها كومبليت ديس ابيرنس من غير اي سايد ايفكت. لكن لو ما بطلش بيبقى يبتدي بقى يبان عندنا السيكولي اللي بنشوفها نتيجة الديجيت ساكينج. طيب ايه هي السيكولي اللي بنشوفها نتيجة الديجيت ساكينج؟ انا في الصورة الاولانية فوق كده انا واحد حاطط صباعي على بين سناني اللي فوق واللي تحت وبمص فيه، فالنتيجة هتبقى ايه؟ هتبقى ان انا بزق السنان اللي فوق لقدام فاعمل بروكلينيشن للماكسيلاري انتيريورز، وبزق السنان اللي تحت اللي جوه فبعمل ريتروكلينيشن للسنان اللور انتيريورز، فبيزيد عندي الاوفرجيت. ممكن الاقي عندي حفره في النص كده، يعني زي انتير اوبن بايت في النص، علشان انا بحط صباعي كده بين السنتين، فانا اي ام بريفنتنج النورمال ايربشن بتاع الانسايسرز، فبيبقى عندي الجاب اللي بين الانسايسر دول. طيب لما بحطها واعمل فورسفل ساكنج للتونج، فالماسلز بتاعت التشيك بتحط فورس كبيره على البون بتاع المكسل، فلاقي عندي كونستريكتد ماكسلري ارش، ارش ضيق شكله في شيك كده زي الصوره اللي في النص، والاقي عندي ممكن لو لقيته ضيق قوي الاقي عندي بوستيرير كروس بايت، يعني بدل الابر ماكسلري تيس مات اوفرلاب اللور، لا الاقي الابر ماكسلري تيس جوه اللور، فالاقي بقى قدامي كمان الابر ليب بقت عشان انا عندي سنان طالعه لقدام، الاقي الابر ليب هايبوتونيك. هايبوتونيك يعني عضلتها ضعيفه، لانها علشان تقفل لازم تنزل لتحت تغطي السنان، وهي ما بتعملش كده فتفضل مش علقه فوق فبتضعف، الاقي عندي اللور ليب داخله جوه الابر ليب، والاقي عندي عشان العيان ده يعمل حاجه اسمها اورال سيل، يعني يجيب شفايفه على بعض، بيعمل بدل ما الابر ليب هي اللي بتمتد علشان تقفل على اللور ليب، لا هو بيرفع العضلات بتاعه التشين اللي هي المنتاليس ماسل لفوق علشان يقفل على الابر ليب، فيبقى عندي هايبر اكتيف منتاليس ماسل. اوكي دي الكلينيكال بيكتشر او السيكولي اوف مال اوكلوجن ريزلتنت فروم الديجيت ساكينج. لما نيجي نتكلم بقى على المانجمنت، احنا هنعمل ايه عشان نحل المشكلة دي؟ لازم نبقى عارفين ان احنا ما بنبتديش نحل المشكلة قبل العيان ما يبقى ينفع التفاهم معاه.
psychologically انا ما ينفعش اشيل العاده دي من طفل هو حاسس ان هو دي بتديله امان او دي بتعمل له ريلاكسيشن. لازم يبقى هو coming seeking treatment، يعني هو جاي عايز يبطل العاده دي، عايز حاجه تساعده انه يبطل العاده دي. طيب لما بنيجي نتدخل، بنتدخل الاول non-dental. يعني ايه؟ الاول الموضوع بيبتدي ببيهيفير موديفيكيشن، ازاي الستبس بتاعته، نبتدي نعمل ديسكشن مع الشايلد والدنتست، عايز يبطل مش عايز يبطل، متضايق مش متضايق، صحابه بيضايقوه ما بيضايقوهوش، لازم يبقى فيه ديسكشن. وبعدين بعد كده بنبتدي بحاجه بسيطه اللي هي الريمايندر ثيرابي. يعني ايه الريمايندر ثيرابي؟ ده طفل عايز يبطل وانا هو محتاج مساعدة، المساعدة دي تبقى في هيئة إنها حاجة بتفكره، الحاجة اللي بتفكره دي ممكن تبقى جاست بلاستر على السنة، ممكن يبقى كفر على الصباع اللي هو بيحطه جوه بقه، ممكن يكون في هيئة ميديكيشن أو حاجة تدهن على تبقى طعمها وحش تتحط على الصباع، ده مش محطوط علشان أنا أمنعه إنه يحط صباعه، لأ ده الحاجات دي سواء كانت الباندج أو كان الكفر أو كان الميديكيشن هم محطوطين عشان هو لما ينسى ويحط صباعه جوه بقه يفتكر ان في ان هو ده انا هشيل صباعي دلوقتي من بقه. دي حاجه to remind him. تمام، دي اول ستيب عندنا في النون دنتال انترفنشن. تاني ستيب عندنا او حاجه تانية اللي هو الريورد سيستم، لوحه زي اللي فوق كده بتاعت مكافئات، بتاعت ان انا هحط له ستيكر لطيف كل يوم يبطل ان هو يحط فيه صباعه، وبعدين في اخر الاسبوع ابتدي اجيب له هديه لما يجمع عدد معين من الستيكرز، فاجيب له هديه علشان اكافئه على ان هو بطل يحط العاده دي. تالت حاجه انه احط اعمل ليميتيشن للموفمنت بس مش من الايد، يعني ما جبسش ايده، احط له بس حاجه كده باندج او البو سبورت يلبسها على كوعه، بحيث ان هو كل ما يحاول يتني ايده علشان يحط صباعه جوه بقه ما يحصلش الفلكشن ده، فبالتالي يبقى هو صباعه مفروض ما يخشش جوه بقه. انا شفت ناس بتجبس ولاد ايدين ولادها وبيبقوا شايفين ان ده عادي، لكن للأسف لو الطفل ما هوش عايز النتيجة بتبقى ان انا قصرت على دراعه وهو مجرد ما هيتفك هيحط ايده تاني، ومش بعيد يغير الايد اصلا ويستخدم الايد التانية، واكيد انا مش هجبس الايدين الاتنين. فالإلاستيك باندج دي حاجة لطيفة ما فيش فيها مشكلة، وبرضو ارجع تاني وانوه احنا ما بنعملش الحاجات دي الا للاطفال اللي هم عايزين يبطلوا العادة اللي عندهم. طيب الستيب اللي بعد كده اللي هي الدنتال انترفنشن او الابلاينس ثيرابي، بنعمل سبيشال ابلاينس ثيرابي. سبيشال ابلاينس اللي هو اسمه تانج كريب. التانج كريب ده عبارة عن سوري البالاتال كريب ده عبارة عن ابلاينس، ممكن يبقى ريموفبل ممكن يبقى فيكست، عبارة عن شبكة كده محطوطة على البالات. هو الطفل ده لما بيجي يحط صباعه بيحط صباعه فين؟ بيحط صباعه ريستنج على البالات وبعدين يبتدي يعمل ساكينج. فانا لما احط حاجه تقفل المكان اللي بيحط فيه صباعه ده هو مش هيحط صباعه في المكان ده. طيب هو انا لما هلبسه الابلاينس ده هلبسه على الابر ارش، ممكن البسه ريموفبل بيتشال ويتحط، او احطه فيكس بيعمل تعمله سيمنتيشن ببانس حوالين السنان، بانس اللي هي الحلقات اللي بتتركب على الضروس من ورا دي، اعمله سيمنتيشن في مكانه. طيب مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو بيغير شوية في الكلام، يعني حروف الكلام بتبوظ، فعشان كده دايما بنلبسه في لونج ويك اند، بنلبسه في اجازه نص سنه، بنلبسه في اجازه صيف، لكن ما بنبتديش نعمل الحاجات دي ديورنج وقت المدرسه، علشان طبعا التاثير على الكلام هيبقى مخلي الطفل ما هواش حاسس ب كومفورت، والنتيجه ان هو ممكن يكسر الابلاينس او ما يرضاش يلبسه، ونبقى كده عملنا حاجه ملهاش اي بنفيت. طيب هل التشينج في الفونيشن او الديفيكولتي في الفيدنج دي بتقعد كتير؟ لا، بتقعد ماكسيمم اسبوع وبعد كده التونج بيتعود على النيو بوزيشن وبيبتدي الطفل يتعامل عادي من غير اي مشكله. ده بالنسبه للابلاينس ثيرابي اللي هو البالاتال كريب.
تاني كاتيجوري هنتكلم عليها من الهابتس اللي هي الريتيند انفانتايل ديجلوتيشن، او الاسم التاني بتاعها الاتيبيكال سوالوينج، او الاسم التالت بتاعها التانج ثرست. يعني ايه اتيبيكال سوالوينج او يعني ايه انفانتايل ديجلوتيشن؟ اصلا في الاول احنا عندنا الانفنت فروم بيرث لحد مثلا 6 شهور او لحد سنه، بيبقى بيعتمد مينلي على الميلك، السابلينج اوف ميلك، سواء كان بريست ميلك او كان فورمولا، والتايب اللي الطريقه اللي بيتبلع بيها اللبن هو طريقه الديجلوتيشن. بتبقى ايه بقى؟ بيبقى انا عندي اساسا جاب بتوين الابر واللور جام باد، زي ما عرفنا في الديفلوبمنت اوف نورمال اوكلوجن، والتنج بياخد فورورد بوزيشن عشان يبرمت الفلو بتاع الملك علشان يحصل له سوالوينج. ده الشكل العادي. بتبتدي بعد كده من اول سن سنه يبتدي يتغير الطريقه بتاعه الديجلوتيشن، يحصل لها ماتيوريشن. الماتيوريشن ده بيحصل بيبتدي مع الايربشن بتاع التيث والتشينج في شكل الفود اللي بيبقى ديليفرد للتشايلد، من انه احنا في الاول بنبتدي بسوفت دايت وبعد كده نبتدي ندخل الحاجات الناشفه. طبعا احنا كأي حد شاف طفل اول مره ياكل سوليد فود او يشفت، لان هو بدل ما بيشرب لبن من باطل او من مامته، ان هو يبتدي ياكل بولس اوف فود، بيبتدي ياكل حاجات طريه، بنبتدي نلاقي التنج عشان واخد على الفورورد بوزيشن، كل ما نحط اكل في بقه بالمعلقه يتف الاكل لبره. ده مش عشان هو قرفان من الاكل، ده علشان هو لسه ما حصلش ماتيوريشن للفانكشن دي. مع الايربشن بتاع التيث بيبتدي يحصل الماتيوريشن اللي بنتكلم عليه، بيبتدي ايه بقى؟ بيبتدي التنج يبقى functioning، بدل ما هو lying passively downward and forward to permit milk flow، يبتدي بقى هو ياخد الفانكشن بتاعته بتاعت ان هو يقلب الاكل على البالت وعلى الفانكشن الاوكلودنج سيرفيسز بتاعت السنان، علشان يبتدي يحصل له proper chewing، وبعدين يرجع تاني ياخد البولس التشوت بولس اوف فود دي ويبتدي يعمل لها رولينج باكورد علشان يوصلها لل الاوروفارينكس ويبتدي يحصل لها سوالوينج. فالشيء البروسيس دي علشان توصل تتحول من اماتيور او انفانتايل ديجلوتيشن لماتيور ديجلوتيشن بتاخد اب تو 4 years. يعني احنا عند 4 سنين بنبتدي نقول ان الطفل ده بيمضغ ويبلع ويحرك لسانه نورمالي زي الادلت، لكن في ناس بتبتدي يحصل عندها مشكلة فتفضل type of infantile deglutition مكمل معاهم على طول. دول بقى بيبقى عندهم المشكلة بتاعة ال retained infantile deglutition أو ال atypical swallowing أو ال tongue thrust، التلاتة اسم لنفس الحاجة. احنا هنا بنتكلم على البوينتس او الحاجات اللي بتبتدي تدماركيت هو السوالوينج بيتشينج لي فروم الانفانتايل تايب للادلت تايب، بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الايربشن بتاع السنان، نتيجه الديكريز اوف التانك سايز ان ريليشن تو ذا اورال كافيتي. طبعا باي جروس الاورال كافيتي سايز بي انكريز، فالتانك سايز بيبقى شكل حجما اقل من الاول. الماتوريشن بتاع النيورو ماسكولار سيستم اللي بي allow انه يحصل proper chewing للفود، changing الفود تايب من ان هو يبقى حاجة ملك لي يبقى فود زي اللي احنا بناكله عادي. دي الحاجات اللي بتخليه يحصل change للtype of swallowing من الانفانتايل للماتيور تايب. طيب ايه هي بقى الايتيولوجيكال فاكتورز اللي بتوصلنا للكلينيكال بيكتشر دي؟ اول حاجه الباتل فيدنج، الاطفال اللي بيقعدوا فتره طويله جدا يرضعوا من بجرونه وما يقول لك اصل هو رافض الاكل واحنا استسلمنا لان هو رافض الاكل، فالنتيجه ان هو طفل مش عايز يبذل مجهود، الام عايزه تتاكد ان هو اكل، فنبتدي نلاقيه بيلجأ للمكملات اللي هي في هيئه باودرز والحاجات اللي هي نيدو بعد العام الاول والكلام اللي هو بيتحط ده. الحاجات دي
دي بتريح ضمير الامهات، ودكاتره الاطفال بيبقوا شايفين ان هم ادوا له الاسنشال نيوتريانتس، لكن للاسف الفانكشن ما حصلهاش النورمال ماتوريشن والتشينج للماتيور تايب. فالمفروض انه احنا الطفل لو رفض الاكل لازم يتعرض عليه تاني وتالت لحد ما يتعود علشان يحصل الماتوريشن ده. تاني سبب انه يبقى زي عندنا الصورة اللي في النص فوق دي، ان يبقى عندي inflamed tonsils، لوز بتلتهب على طول، عليها suppurative infection، فاللوز بتوجعه، فالعيان كل ما يبلع ريقه كل ما لسانه يرجع لورا يلمس حاجة بتوجعه فيرجع يطلع لقدام، فالتونج بياخد habitual forward position، يفضل طالع لقدام علشان ورا في حتة بتوجعه. ده بيخليني التونج ما بيتحركش النورمال فانكشن وموفمنت بتاعته ديورنج الفيدنج. علشان ايه؟ عشان البين اللي جاي من ورا. تالت حاجه انه يبقى عندي تونج تاي، يعني انا عندي ابنورمال لينجوال فرينم ماسك مخلي التونج تايد لللينجوال فرينم اللي موجوده دي، فالتونج ما هواش عارف يعمل البروبر فانكشن بتاعته. سبب كمان انه يبقى عندي نيورولوجيكال بروبلم. النيورولوجيكال بروبلم يعني انا ما عنديش نيوروماسكولار بالانس، ما عنديش نيوروماسكولار ماتوريشن، العيان ما بيتحكمش في المسلز بتاعه الماستيكيشن والمسلز بتاعه الفيس بتاعته، فالنتيجه انه بيفضل عنده التايب ده من السوالوينج. انه يبقى عندي ماكروجلوسيا، فيري لارج سايز تونج ان ريليشن تو ذا اورال كافيتي، فالتونج ما هواش عارف يعمل النورمال فانكشن بتاعته. اني الاقي عندي حاجات تانية بقى، الاقي عندي ماوس بريثنج، الاقي عندي فينجر سوكينج، الحاجات دي بتخلي انا ما عنديش البروبر فانكشن بتاعتي. تمام، ده بالنسبة للإتيولوجيكال فاكتورز. طيب الكلينيكال بيكتشر بقى بتاعه العيانين اللي عندهم تانج ثراست بتبقى عامله ازاي. دلوقتي انا عندي تانج ريستنج على الانتيريورز، فبيعمل بروكلينيشن وسبيسنج بتوين الانتيريورز ابر اند لور. طيب لو التانج ده بيطلع عندي من الجنب بيبقى عندي انتيريور سوري بوستيريور اوبن بايت. يبقى لو التانج ريستنج بس على السنان بيعمل لهم بروكلينيشن وبيعمل سبيسنج. طيب لو هو بيطلع بره السنان ممكن الاقي عندي انتيريور اوبن بايت زي الصوره اللي فوق خالص، او الاقي عندي لو بيطلع من الجنب لاترال الاقي عندي لاترال او عندي بوستيريور اوبن بايت. طيب الليبس، بما ان السنان عندي بروكلايند وطالع لقدام هلاقي دايما عندي ليب انكومبتنس، هلاقي برضو عندي هايبوتونيك ابر ليب، وهلاقي عندي هايبرتونيك لور ليب، هلاقي عندي مشكله في الفونيشن، الكلام بيلسب، لسانه بيطلع ما بين سنانه، مفيش انتيرير كفرج من الابر على اللور، فهلاقي عندي كل الحروف اللي فيها ان ريليشن للسنان مع بعض، الايدج بتاعها مع بعض او التنج مع السنان، هلاقي عندي فيها بروبلم. الاقي عندي السنان البروكلايند الاثنين لقدام، هلاقي عندي كمان في مشكله بروتروجن لهم، يعني هم مش بروكلايند وسبيسد بس لا، وكمان الاقي عندي الاندرلاين ستراكشر الماكسيلا والمندبل الاثنين طالعين لقدام. دي سبيشالي بنشوفها في الكيسز اللي فيها اوفر سايزد تنج، بلاقي عندي باي ماكسيلري بروتروجن. طيب ايه كمان؟ الاقي عندي السنان ما حصلهاش فول ايربشن لحد ما وصلت للكونتاكت، هيحصل عندي سيزيشن او انهبيشن للفيرتيكال جروس بتاع الالفولر بروسس. دي الكلينيكال فيتشرز اللي احنا بنشوفها. دايما كمان هنلاقي عندي العيان ده بيتكلم وبقه مليان ميه، هو مش بيعرف يبلع ريقه اصلا وهو بيتكلم. الفانكشن بتاعه التنج بتخلي يحصل بولينج للسلايفا جوه بقه من غير هو ما يبقى عارف، يعني هو بيقدرش يعمل الحركه بتاعه ان هو يبلع ريقه وهو بيتكلم عادي، لا بتلاقي دايما بقه مليان ميه عشان هو مش عارف يتصرف فيها. اوكي، طيب احنا بقى حاجه زي كده المفروض ان احنا في الدايجنوزس نعمل ايه؟ العيان ده في الدايجنوزس هيبقى بيشتكي من الحاجات دي، هيبقى بيشتكي من ان هو عنده atypical tongue position، يعني انا مش شايفه التنج في مكانه، انا شايفه التنج دايما طالع في وشي. هيبقى عندي lack of contraction of masseter muscles، يعني لما هيجي يبلع ريقه مش هيبلع ريقه علشان عمل contraction للmuscles of mastications، لا ده بيبلع ريقه بقه مفتوح.
هلاقي عندي مامته بتشتكي او هو بيشتكي من انه بيحصل له نايت درولينج، بقه مفتوح بالليل والسلايفا نازله على جنب بقه، بيشنت ما عندوش كونتراكشن وما عندوش للماسلز اوف ماستيكيشن وما عندوش بروبر فانكشن بتاعه التانج، هيبقى عنده ديفيكولتي ايتينج سوليد فودز، ما يقدرش يعمل بروبر تشوينج وبروبر موفمنت بتاعه السنان وبروبر سوالوينج. الاقي كمان ديورنج زي ما احنا لسه قايلين، الاقي عندي بيحصل اكيوميليشن للسلايفا ديورنج سبيتش، ابقى باصه لبقه كده حاسه ان بقه مليان ميه وهو بيتكلم. نتكلم على التريتمنت. انا ببتدي اعالج الكيسز اللي عندها مشكله تانج ثراست عند سن من 6 لـ7 سنين، علشان اقدر اكوميونيكيت مع البيشنت والبيشنت يبقى هايلي موتيفيتد ان هو عايز يتعالج، لكن اقل من كده هو احتمال كبير ما يبقاش فاهم انا عايز اوصل لايه. بنبتدي الاول بفانكشنال ميثودز. الفانكشنال ميثودز دي الايم بتاعها انها تعمل ريبروجرامينج للماسلز علشان نوصل للنورمال ماسل فانكشن. بنعملها ازاي؟ اول واشهر حاجه اللي هي الشوجر فري لوزنجز، اللي هي المستحلبات خليه السكر، او الاسم التجاري بتاعها الستريبسلز. هي بتستخدم علشان تعمل تمرين معين، عباره عن ان انا بانستراكت البيشنت انه يبرس الستريبسل دي بين التنج وبين البالت ويقفل بقه، فبعد شوية الستريبسل دي بتبتدي تدوب بالسلايفا فهو يبتدي يعمل سوالوينج وهي ستيل في مكانها. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيغير البوزيشن بتاع التنج من انه دايما داون فورورد لانه ابورد بريسنج على البالت، زي ما يكون بيبعت بولس ل انه تعمل لها نورمال سوالوينج. طيب ده ايفكتيف؟ ايفكتيف لو البيشنت هيبتدي يعمله وهو صغير. طيب عندنا بعد كده الميكانيكال ميثود اللي هي باستخدام الابلاينسز. الشكل الاولاني اللي فوق ده اللي هو اسمه تانج كريب. يعني ايه تانج كريب؟ هو ابلاينس احنا بنستخدمه، بنلبسه في العادي على، كنا ممكن نلبسه على الابر او على اللور جو، دلوقتي احنا بنلبسه على اللور جو. عباره عن ابلاينس، ممكن يبقى ريموفبل، ممكن يبقى فيكست، فيه سبيرز او شوك قدام بحيث انه لو طلع التانج فورورد يتشك، فده بيخلي البيشنت يخلي دايما التانج في باكورد ابورد بوزيشن مش زي العادي. طيب احنا ليه بنقول ان احنا كنا بنلبسه في الابر او اللور ودلوقتي بنلبسه في اللور؟ بس بنلبسه في اللور علشان العيانين اكتشفنا بعد شويه ان هم بيفتح بقه ويتنزل لسانه تحت الابلاينس ويطلعه لقدام عادي جدا، مفيش اي مشكله. فاضطرينا ان احنا نلبسه في اللور ارش، ودايما بنعمله شارب من قدام علشان البيشنت يخاف يقرب لسانه لقدام، وبالتالي تانج يتعود على مور بوستيريور ابورد بوزيشن. طيب اخر حاجه اللي هي من الميكانيكال ميثود اللي هي الستيميوليتر او اللي هي التوكت بيرل، هو ابلاينس بيركب على الابر ارش المره دي، عبارة عن كورة كده شبه بتاعة الهامستر اللي هي بيلف في الفاضي دي. دي احنا بنحط البيرل دي او الكورة دي في البالت، وبننستركت البيشنت ان هو يحرك الكورة دي بالتب بتاع التنج، فده بيحسن الفانكشن بتاعة التنج وبيحسن الموفمنت بتاع التنج، وبالتالي بيعالج لنا الهابت البيهيفير بتاعة التنج ويساعدنا نتخلص من التنج ثرست. دلوقتي هنتكلم على الماوس بريثنج. والماوس بريثنج بنقسمه كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الايتيولوجيكال فاكتورز بتاعته، دي اوبستراكتيف وهابيتوال واناتوميك. اوبستراكتيف يعني انا عندي ايذر كومبليت او بارشل اوبستراكشن للنيزل باسج. الكومبليت او بارشل اوبستراكشن ده ممكن يكون جاي من ان هو عنده لحميه، ممكن يكون من ان هو عنده كرونيك ساينوسايتس، ممكن يكون من ان هو عنده allergic rhinitis، اي حاجة عاملة partial او complete obstruction للنيزل باسج. تاني حاجة اللي هو الهابيتوال، وده حد كان عنده مشكلة وتصلحت بس هو تعود انه يتنفس من بقه فبقى النفس من بقه اسهل، فهو habitually هو بقى بيتنفس من بقه. تمام. تالت نوع اللي هو الاناتوميك، ده عنده مشكلة اناتوميك بتبريفنت الاورال سيل. زي ايه؟ زي ان هو يبقى عنده شورت ابر ليب، المورفولوجي بتاعت الشورت ابر ليب ما مش بتخليه يعمل
proper oral seal، ما بيعملش competent lips، فالنتيجة ان هو لاقي بقه مفتوح بيتنفس من بقه. الحاجة التانية انه يبقى عنده severely deviated nasal septum، يعني انا عندي anatomical problem عاملة عاملة obstruction للنيزل باسج، بس مشكلة anatomical مش مشكلة allergy أو مشكلة adenoids أو حاجة ينفع تتصلح، دي حاجة anatomical. أوكي، ده ال classification of mouse breathers. طيب ال patient اللي بيعمل mouse breathing ده المفروض إنه هو ده هيأثر عليه إزاي؟ هيأثر عليه هو generally وهيأثر على ال oral cavity in particular. هيأثر على ال oral cavity، هيعمل لنا حاجة اسمها long face syndrome. يعني ايه long face syndrome؟ يعني عيان ال width بتاع ال face بتاعه أرفع كتير من ال من ال height من ال length، ده اسمها long face syndrome. طيب تاني حاجة ايه اللي هيحصل لما يبقى عندي long face syndrome؟ هيبقى عندي ال dimension، المسافة between ال nose لل chin كبيرة، حاجة اسمها increased lower anterior facial height. طيب لما يبقى عندي increased lower anterior facial height، احنا قلنا انه ممكن يكون عندي كمان lip incompetence، اللبس ما بتقدرش تقفل على السنان اللي موجودة. هلاقي كمان عندي ماندبل بما انه مفتوح فهو ريتروجنافيك، بقه مفتوح ماندبل راجع لورا ونازل لتحت. هلاقي عندي بما ان انا عندي ما بيحصلش بروبر نيزل نيزل بريثنج، هلاقي عندي ايفكت انه عندي كونستريكتد ماكسل. هنشرح بالراحة كده يعني ايه الايفكت بتاع النيزل بريثنج على النورمال جروس اند ديفلوبمنت اوف ذا بالم. المفروض دلوقتي انه انا during ال normal breathing process ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا قافل بقي وبيبتدي يحصل contraction لل muscles بتاعة ال chest اللي هي ال intercostal muscles علشان ت enlarge ال size بتاع ال chest، وبتدي يحصل contraction لل diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز فينزل لتحت. كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل increase لل size بتاع ال chest، هيعمل نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر ده يساعد انه يحصل انفلو من النوسترز من المناخير. انا قافل بقي، مفروض ان الهواء اللي هيملى القفص الصدري بتاعي الرئات هيجي كله من الفتحتين بتوع المناخير دول، فالنتيجة انه الفانكشن ده بيقوي الماسلز بتاعت الشيست، بيقوي الماسلز بتاعت الدايفراجم، بيقوي الماسلز بتاع بيستيميوليت الجراث بتاع النوز واليوماتيزيشن بتاع الساينس والفورميشن بتاع البالت. تمام، الفلور بتاع النوز هو البالت. طيب انا بقى لما كل ده ما يحصلش، لان انا بدل ما كنت بعمل كل النيجاتيف بريشر ده عشان ادخل كل الهواء ده من الخرمين بتوع المناخير، انا لا، انا بقى عندي فتحة كبيرة جدا بتاعة البق، كل الميكانيزم اللي انا اتكلمت عليها دي مش هتحصل. فالنتيجة ان هلاقي عندي مشكلة في كل المسلز دي، مش هلاقي كمان عندي proper growth و development للمكسلة، هلاقي عندي constricted high arched مكسلة. طيب هلاقي كمان ايه دلوقتي؟ انا عندي حد بيتنفس من بقه، فالسلايفا اللي المفروض ان هي اساسا بيقل السليفري فلو بتاع ده، بيقل الفلو بتاعها during night، يبقى انا هلاقي عندي elevated بلاك ليفل على السنان، هلاقي عندي هاي susceptibility تو دنتال كيريز، هلاقي عندي انفليمد دراي ريد ميكوزا، هلاقي عندي مشكله انه الطفل ما بينامش كويس. طبعا احنا كلنا مجربين لما حد يبقى عنده برد ومناخيره مقفوله ويفتح بقه وينام، هتلاقي انه قايم الصبح زي ما يكون دايسه قطر، عنده كرونيك فاتيج، عنده sleeping disorders، عنده sore throat، عنده كل المشاكل بتاعت انه حد مش نايم كويس. ده الشكل اللي بنشوفه اللي بيقول انا عندي long face syndrome، الاقي عندي receding chin، الاقي عندي
thin او crooked nose، الاقي عندي nostrils اللي هي فتحتين المناخير دول very flaccid زي ما يكون العضلات بتاعتهم ضعيفه، الاقي عندي طبعا عيان ما بينامش كويس، فالاقي عندي tired eyes، الاقي عندي bad posture. ليه بقى bad posture والبارل chest دول؟ لانه ما بيحصلش proper stimulation للintercostal muscles during a respiration. بلاقي عندي لما اجي اعمل tracing للاير واي بتاعه هلاقي عندي narrow air way. الدايجنوزس بقى البروسيس بتاعت الدايجنوزس بتاعت الماوس بريثنج بتعتمد اول حاجه على الهيستوري. عيان بيخش من الباب يقول لك والله انا بتنفس من بقي، اصلا انا كان عندي لحميه فتره طويله من حياتي وعملت العمليه بس لسه بتنفس من بقي، او انا عندي مشكله الفلانيه فانا لازم اخد بروبر هيستوري علشان اعرف. دي اول ستيب ديورنج ال ماوس بريثنج هابت كنترول. تاني حاجه الكلينيكال اكزامينيشن علشان انا اعمل اكزامينيشن واشوف هل هو يونيلاترال، هل هو بايلاترال، هل هو لسه بيرزيستنت، هل هي المشكله اتحلت وهو محتاج ان هو يتعود انه يبطل العاده دي ويبتدي يتنفس من مناخيره. فاحنا بنعمل عندنا نوعين من التست بنعملهم. اول حاجه اللي هي الووتر تست، انه اديله شويه ميه على هو على الدنتال تشير يحطهم جوه بقه ويتنفس من مناخيره، وساعتها هنشوف هل هو قادر انه يمنتين الميه جوه بقه، ولا الميه دي خنقته ومبقاش قادر، ولا راح جاي مطير فتحتين مناخيره للجنبين علشان يسهل على نفسه النفس، ولا ايه اللي حصل بالظبط. على حسب اللي موجود هنقدر نحدد الـ severity of the problem. تاني تست تاني تيست بنستعمله اللي هو الميرور تيست، واحنا بنستخدم في الحاله دي اتنين نورمال ميررز، ما هو ماشي الميرور الانتي فوج، لان انا عايزه اشوف بحطهم تحت النيزل اوبننجز يمين وشمال واشوف هل في واحده ضيقه، هل الاتنين مفتوحين، هل الميررز الاتنين بيعملوا فوج مع الريسبيريشن وهو قافل بقه، ولا ما بيعملوش فوج وهو فاتح بقه اصلا وبتنفس من بقه ومش من مناخيره، ولا بيحصل lateral flaring للنوسترلز during the breath علشان to maximize ال air intake during respiration، ولا ايه بالظبط. انا بعمل ده using ال mirror test او ال mirror examination. التريتمنت بتاع الماوس بريثنج بيبتدي بخطوه لطيفه جدا بتاعت ريموفال اوف النيزل اوبستراكشن، سواء كان اوبستراكتيف او كان اناتوميك. اللي اقدر احله انا ما بشتغلش من غير ما يبقى معايا ريبورت من الدكتور بتاع الانف والاذن يقول لي ان العيان ده كان عنده اوبستراكشن ودلوقتي هيز نيزل باسج از فري. لكن انا ما يجيليش عيان فاعمل له ابلاينس اخنقه بيه، يبقى هو مناخيره مقفوله وانا اقفل له بقه، فالنتيجه انه يتخنق ويموت. اوكي، يبقى لازم نبقى متاكدين ان انا عندي ريتن ريبورت من دكتور الاي ام تي ممضي ومختوم بيقول ان البيشنت ده ما عندوش اي مشكله تعوق انه يتنفس من مناخيره دلوقتي. تمام، بعد كده بنبتدي نعمل له واحده من الحاجات اللي موجوده قدامكم دي. يعني اول حاجه، في طبعا بيرنتس بيفضلوا اللزقه الكاستر دي، كانت بتتعمل زمان ولسه بتتعمل دلوقتي. انا بشوفها، مش هقول لك انه البيرنتس ما بيعملوش الكلام ده، لا بيعملوه لانه هو ما تكلفش ثمن ابلاينس، ودي حاجه هو بيمرن عليها ابنه في البيت ان هو يخليه يقفل بقه لفتره بتيب. موجوده وهتفضل موجوده، ما اعتقدش انها هتختفي. لكن اللي احنا بنعمله حاجه اسمها فيستيبيولار سكرين او اورال سكرين، عباره عن ابلاينس بيتعمل يوكيوباي السبيس بتاع الفيستيبيول، بيكفر الابر واللور، بنلبسه ساعات بنعمل فيه فتحات وساعات بيبقى مصمت خالص. المفروض ان العيان بيلبسه ويقفل عليه شفايفه. طيب انا لما باجي اعمله ليه بروتوكول في الاستخدام ازاي بقى؟ انا لما بلبسه للعيان ما بقولوش ده تاخده وتلبسه هتبقى زي الفل، انا لازم امر ده. انا لو عملت كده العيان هياخد الابلاينس يحطه في علبته الصفرة اللي محطوطه قدامكم دي ومش هيلبسه خالص. طيب علشان اخليه العيان يلبسه المفروض اعمل ايه؟ المفروض امرنه. يعني بقول له انا هعمل لك الابلاينس الفلاني هيساعدك ان انت تتنفس من مناخيرك، انا عايزه كراسه المره الجايه،
الكراسة دي هقول لك على تعليمات وانت هتمشي عليها وتسجلها في الكراسة. التعليمات دي عبارة عن ايه؟ احنا هنلبسه له 4 ساعات بس بالنهار وهو قاعد، ويجي كاتب لي الايام ويكتب لي الساعات اللي لبسه فيها. يعني يوم 13 لبسه من الساعة 12 لساعة 4، يوم 14 لبسه من الساعة 4 لساعة 8، يوم 15 لبسه من الساعة 10 الصبح لساعة 2 الظهر، يوم 16 لبسه من الساعة 10 لساعة 12 وبعدين فطر فقعد نص ساعة، وبعدين بعد كده رجع لبسه تاني ساعتين تانيين. فأنا محتاجة أعرف الباترن والوقت اللي هو لبسه فيه ويجيب الكراسة بتاعته في الأبوينت اللي بعده. بعد لما يبقى بالنسبة له عادي ان هو يقعد بيه 4 ساعات متواصلين، ولا بيخنقه ولا بيضايقه ولا في اي مشكلة وهو بيتنفس من مناخيره، ابتدي ازود عدد الساعات جراديوال. بدل ما كانت 4 تبقى 6 تبقى 8، عند ما وصلت ل 8 ساعات بالنهار بشفت لي بالليل. يعني اخليه يلبس الابلاينس ده وهو نايم بالليل، ويبقى هو طبعا اتعود ان هو بيقفل شفايفه عليه، فبقى عندي ليب كومبتنس وبقى عندي نيزل بريث. الليفل الاكبر من كده بقى، وطبعا هيفضل يسجل في الكراسه، الليفل الاكبر بقى في الاطفال اللي هم بيمارسوا السبورتس. دول احنا وي انستراكت البيشنتس دول ان هم يلبسوه during practicing sports. الكوركشن او بتاع الماوس بريثنج واحده من الحاجات اللي بتبقى very appreciated من الطفل و very appreciated من البيرنتس. هم بيجوا بعد اول او تاني مره من المتابعه بتاعه الاورال سكرين يقولوا لك انا ابني بقى بيعرف يطلع السلم من غير ما ينهج، انا ابني صحته بقت احسن، انا ابني بقى بينام احسن، انا ابني بقى اللايف ستايل بتاعه احسن. فالاورال سكرين من الحاجات المهمة واللي بتدي ريزلتس كويسة واللي بتخليك تجين بيشنت كونفيدنس بحاجات بسيطة جدا. طيب ايه بقى الحاجتين اللي تحت اللي موجودين دول؟ احنا قلنا ان ممكن الماوس بريتنج ده ما يعملش بروبر ستيميوليشن للنورمال لاترال جروس بتاع الماكسيلا، علشان انا ما بمرنش النوز على بعضها، فالنتيجة ان يبقى عندي كونستريكتد ماكسيلاري ارش، وفي هذه الحالة بضطر أركب أبلاينس علشان يعمل ماكسيلاري اكسبانشن اللي هو صورته تحت على الكاست ده. أو لما يبقى عندي increase lower anterior facial height أنا عايزة أقلل الفورورد والداونورد جروس بتاع المندبل عشان أقلل ال increase lower anterior facial height، فابتدي ألبسه الأبلاينس اللي قدامكم ده علشان أقلل ال vertical gross بتاع المندبل. بعد كده عايزين نتعرف على هابت لطيف قوي اللي هي الليب سوكينج او الليب انتربوزيشن هابت. دي دايما ماينور هابت ودايما بتبقى سكندري لحاجة تانية زي الفينجر سوكينج او التونج ثرست، علشان انا عندي انكريزد اوفر جيت، او علشان انا اتعملت جبست ايده ربطت صباعه، فالنتيجة ان هو بيمص الشفايف بيحطش. انا عنده انكريزد اوفر جيت وسبيس بين الابر واللور، بيروح جاي حاطط شفته اللي تحت فيها ويقعد يبص فيها، فهي بتديني ساينز سيميلر للساكنج هابتس. برضو انا عندي increased اوفر جيت، عندي بروكلايند انتيريورز، عندي ريتروكلايند لورز، عندي ممكن الاقي عندي انتيرير اوبن بايت، فانا هلاقي عندي بروبلم بتاعت الليب انتربوزيشن. طيب هسيبه بقى يبوظ لي اللي انا بعمله او ما يتعالجش؟ لا، هنركب له ابلاينس اسمه ليب بامبر اللي احنا شايفينه فوق ده، اللي هو عبارة عن اكريليك باد كده بتخلي اللور ليب ما تبقاش ريستنج على اللور انتيريورز، وبالتالي ما تبقاش عاملة عليهم بريشر، وكمان ما يبقاش فيه اقل السبيس اللي بين الابر واللور علشان ما يلاقيش مكان يحط شفته فيه علشان يعمل الساكينج. يبقى في الحالة دي الـ treatment of choice بتاعي اللي هو الـ lip pumper appliance. آخر بقى حاجة بالنسبة لنا اللي هي الـ nail biting، أو الاسم التاني بتاعها الاسم العلمي الـ onychophagia. دي عبارة عن minor habit مش بتأثر على الـ occlusion، لكن بتعمل teeth abrasion، ممكن تعمل rotation slight rotations في السنان، ممكن تعمل كليبينج، لكن هي مينلي بتأثر على الضوافر. دايما بيبقى ليها سايكولوجيكال باك جراوند، بتزيد طبعا في الفترات بتاعة الامتحانات، ممكن توصل لانه يخلص على ضوافره خالص. الايفكت على زي ما احنا قلنا الايفكت على الدنتل بتاع الدنتل ايفكت بيبقى كونفايند للسنان اللي بيتعمل اللي بتبايت على النيل، لكن صف السنان كله مبيبقاش فيه مشكلة كبيرة. يعني
طيب بتتعالج ازاي؟ طبعا يا اما بيبقى فيه انا عندي ستريس، ادي الحاجات اللي هي ستريس ريليفرز، الستريس بريكرز، ادي له حاجه يبايت عليها علشان تقلل الاحساس بتاع ان هو الارج بتاع ان هو عايز يقرقض ضوافره، او احط له حاجه طعمها وحش على ضوافره علشان زيه زي بيعملوا ديجيت سوكينج عشان تفكروا ان هو ما يقرقطش ضوافره ويخلصها. طبعا الحاجات دي بتبقى برضو ديبندنت على الكوبريشن بتاع البيشنت وعلى الديجري اوف سايكولوجيكال بروبلم. كل ما يعني لو ان كيسز اوف سايكولوجيكال بروبلمز وانكزايتي بنبقى محتاجين سايكولوجيكال كونسلتيشن معانا. بكده يا دكاترة نكون خلصنا الشابتر اللي هو بتاع الاتيولوجي والهابتس. أتمنى لكم كل التوفيق في الكويز إن شاء الله الأسبوع الجاي. إن شاء الله يعني إن شاء الله تعملوا كويس في الامتحان. جود لك.